أهلا ومرحبا بكم طلابي طلاب الصف الثاني عشر لمادة تاريخ الأردن. ها نحن طلابي نلتقي من جديد مع مادة تاريخ الأردن لهذا الأسبوع والمعنونة بالتطور التاريخي للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نقول طلابي بأن الجيش العربي هو الركيزة الأساسية في نشأة الدولة الأردنية وتطورها عبر مراحل تاريخية سواء في الماضي أو في العصر الحديث، وقد مر الجيش بمراحل تطور مهمة منها المرحلة الأولى وكانت بعام 1921 حتى عام 1953. كان الجيش بالنواة الأولى بتشكيلاته، وكان هو من رجال الثورة العربية الكبرى، جاءوا مع الأمير عبد الله الأول إلى شرق الأردن، وكان إنشاء وإمارة شرق الأردن يتطلب وجود جيش لحمايته وحماية أراضيه وشعبه. وقد جاءت التشكيلات على النحو التالي: أولاً القوة العربية، وهي القوة العربية القوة التي جاءت مع الأمير عبد الله بن الحسين من الحجاز إلى معان، وتكونت آنذاك من 25 ضابط و250 جندي. أيضاً هناك القوة الأمنية، وهي قوة الأمن العام، وكانت مهمتها حفظ الأمن، وتكونت من قوة الدرك الثابتة وقوة الهجانة. هذه القوة وهي قوة الهجانة التي كانت بعد القوة الثانية للقوة العربية. أيضا هناك القوة السيارة ومراحل تطورها، وتكونت من إلغاء قوة الأمن العام وإلحاقها بالقوة السيارة وتشكيل قوات الحدود وتحويلها إلى قوات البادية وتشكيل سلاح الجو الأردني وسلاح المدفعية. أيضاً هناك المرحلة الثانية من مراحل تطور الجيش، وفي هذه المرحلة تطور الجيش عام 1956، وقد شغل الضابط الإنجليزي كلوب باشا منصب القيادة العامة للجيش، ولكن جاء تعريبه والخلاص منه على يد الملك عبد الله على يد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، إذ عمل على إلغاء وجود قائد الجيش كلوب باشا وكبار الضباط الإنجليز عام 56 لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل الجيش العربي الأردني. وعملت هذه المرحلة على إلغاء المعاهدة الأردنية البريطانية، ازدياد أعداد المنتسبين للجيش من ضباط وأفراد، وتشكيل العديد من الفرق والألوية والكتائب الجديدة في الجيش. هذا طلابي مجمل حديثنا لهذه المرحلة. سننتقل بعد قليل لفيديو آخر من فيديوهات الأسبوعية لتحضيرنا. شكرا طلابي لحسن استماعكم، على أمل اللقاء بكم بإذن الله في الأسبوع القادم. دمتم برعاية الله طلابي الأعزاء. وهنا قبل أن أنهي أذكر بأنه يجب عليك المتابعة في قراءة صفحة 122 و23 و24 من كتاب تاريخ الأردن. شكرا لكم طلابي على حسن استماعكم مرة أخرى.